مشاهدينا. ابو طماطه يصيح طلع مطلوب. شنو اجواء السحور؟ تسحر هنا ترجع للبيت؟ لا هنا فالساعه هذا يفتح يبث عروق وبيض وباكله وبالدهن مشهور حج ابو حج علي. يعني اللي يجي للكسره امين سحر جبن ولبنه لو لازم موجود. لازم عروق وباقي البدين. انت على المشتهي انت شو تفضل من يا فريقك؟ جبن وزيتون. هذا جبن وزيتون؟ اي متاكد؟ اي وبالفطور باكر. هذا جبن وزيتون كمقبلات غير وراها الباقي لو دين تنزل؟ لا لا ما تنزل. والله بسوي دايت بس بالفطور واحد ياكل. بس مبين الدايت. يا مبين كابتن. نورتونا هاي القناة الشريفة. شكرا لك. وتوقع الحدث للعراقيين ان شاء الله كلها بخير بجاه النبي ورمضان كريم علينا وعليكم. الله يحفظك. الله يوفقك. اشكرك. شكرا لك. يا عم مشاهدينا. ابو طماطة يصيح. طلع مطلوب. يلا خلينا نتقربي يخلص زينه ونسمع هم من بقيه المواطنين عن هذه الاجواء الشعبيه مثل ما تشوفوها الحلوه. شلون؟ 30,000 اطلبه. طلبه 30,000؟ اي والله. العادي يقول يوميا شو اسمه اكل باكه وباقي له بالدهن. هذا يا تعم. طلع بالفلوس اللي مداين هياته. وحق هذا المويه طلبه 30,000. ماليش كله ماليش. ماليش اللي 30,000. ما درك. زين. لا لا مو الحجي سمير. لا يقول يومي يعزم. وين ابو طماطه يعزم؟ اعطيني 30,000 اعز مكاني. شنو سجل؟ الدين. يعني عاد شلون تسحر يوميه باقي له بالدين وما منطيب لي يوميه؟ لا 30,000 اطلبك عمي. اعطيني 30 مال الطيور. يا بهاي راح ترجع لك ايات ال 30,000 خذ. ولا تفتح على عالم. والله والديك والله لو هاي الام الكاميرا غير ما ترجع ل 30,000. يعني لين احنا اليوم موجودين رجع دين. اي رجع ل 30 خلف الله عليكم. خلاص بعد هسه تعوفه يسحر براحته. يضرب باقي له بالدهن. هذا اضرب باقي له بالدهن. هذاك تضرب. شكرا لكم. نعم مشاهدينا هذه هي الاجواء الشعبيه الحلوه اللي موجوده اليوم بالكسره. جميع المواطنين اليوم حاضرين هنا وهذا هو اللي يميز الكسره بهذه الاجواء الشعبيه بالناس اللي ملتمين السوالف الحلوه اللي يريد يلعب دومنا اللي يريد يلعب محيبس وخصوصا الشاي ايضا والقعده والسوالف. خلونا نتقرب اكثر ندخل لي جوه